خلفي واحد من اقدم الجوامع الموجوده في مدينه الموصل. خلوني احكي لكم شلون كان وشلون صار. قصه هذا الجامع تقول والي الموصل مصطفى باشا شاف بمنامه النبي شيد، فامر الحاج علي بن النومه وهو احد تجار الموصل ان يحفر المكان اللي شافه بالمنام، فحفر واخرج منه قبو وبنى علينا الحاج علي بن النومه قبه، وصار ينعرف بمرقد النبي شيد عليه السلام. بنى مرقد النبي شيد عام 1647، وبعدين بنى هذا الجامع سنة 1791. أما المنارة تم بناءها عام 1912. لحنا أهل الموصل هذا الجامع يمثل لنا الخير والبركة. من لحنا أطفال كل ما نتذكر نجينا نتذكر ولادتنا عبالك الساعة. الجامع يمتاز بالمحراب والمنبر اللي انبنى من الحجر وتم تزينه بالكتابة والزخارف اللي إلها طابع معماري مميز. بس للأسف تعرض هذا الجامع للتدمير بتاريخ 25/7/2014 من قبل عصابات داعش، وسقطت المنارة وتعرض المبنى للتدمير، وتم إعادة بنائه من قبل ناس خيرين بهاي المدينة مثل ما هسه عشوفون شو رجع. حكينا لكم قصة جامع النبي شيد، شلون كان وشلون صار. اذكرونا مواقفكم وذكريات بهذا الجامع بالتعليقات.